بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما هي صلاة الأوابين؟ ولماذا هذه الصلاة مهمة؟ ولماذا تغفر ذنوبك إذا حافظت على هذه الصلاة، على الرغم من أنها عبارة عن ركعتين كحد أدنى وخلال دقائق قليلة تستطيع أن تؤديها، وفي وقت من النهار، وقت سهل جدا يعني. طيب، ما هي هذه الصلاة؟ قبل ذلك دعوني أتأمل ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نشرح الحديث وندرك السر من هذه الصلاة، ما معنى الأواب؟ يعني آبة، نحن نعلم هناك ذهاب وإياب. الذهاب أن تذهب إلى مكان، الإياب أن تعود، أن ترجع. فكلمة أواب هي صيغة مبالغة، يعني كثير الرجوع، يعني آب رجع، أواب كثير الرجوع، كل يوم يرجع إلى الله، كل يوم يتوب إلى الله، كل يوم يستغفر الله، كل يوم يعود إلى الله. هذا معنى الأوابين. لذلك هذه الصلاة أخي الحبيب، على الرغم من سهولتها وبساطتها، وهي كما قلت ركعتين كحد أدنى، إلا أن معظم الناس غافلون عنها للأسف. هذه الصلاة ورد في روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر أصحابه بالحفاظ عليها، ويؤكد لهم أنه من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ انظروا أيها الأحبة، الوقت بين الصلوات وقت محدد، ولكن بين الصبح والظهر هناك وقت طويل، بين الظهر والعصر وقت معتدل، العصر والمغرب معتدل، المغرب والعشاء وقت قصير، من العشاء إلى الصبح الوقت طويل نوعا ما. لذلك وقت النهار هذا، وقت الضحى، يمتد من شروق الشمس أو بعد شروق الشمس مثلا بثلث ساعة إلى ما قبل الظهر بثلث ساعة أو ربع ساعة تقريبا يعني. كل هذه المدة تستطيع أن تصلي ركعتين لله كل يوم فقط، والقضية لا تحتاج إلى جهد حقيقة، هي تحتاج إلى تذكر. معظمنا يخرج من بيته ولا ينتبه أن هناك ركعتي الضحى يستطيع أن يصليهما، وقد تكون هذه الصلاة سببا في دخوله الجنة، لأنه يكتب مع الأوابين. نعم العبد إنه أواب. فأنت إذا كتبت من الأوابين، أي أنت مع الأنبياء، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ طيب، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الأوابين؟ هذا الوقت أيها الأحبة، وقت الضحى، غالبا ما يغفل الناس عن الله، يغفلون عن الصلاة. إذا ذهبت للأسواق تجد حركة البيع والشراء وكذا والمعاملات، وكل واحد يريد أن يقضي مصالحه وحاجاته، وينسون رب الكون، ينسون أن الذي يسير هذا الكون هو الله. لذلك أخي الحبيب، عندما تحرص على أن تصلي هذه الصلاة، أنت تكتب مع الأوابين، أي الذين يرجعون إلى الله باستمرار ويتوبون إلى الله باستمرار. فهي صلاة عظيمة. يعني أنا أحببت فقط في هذه العجالة أن أذكركم بأهميتها، وأنها قد تكون سببا في دخولك الجنة. فمنذ هذه اللحظة يجب عليك أن تتذكر كل يوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول: أنا إن شاء الله سأكون كل يوم
من الأوابين الذين يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله ويعودون إلى الله، يعود عن ذنوبه، عن معاصيه، عن آثامه. دائما الإنسان المؤمن الذي يكثر من الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله يكتب مع الأوابين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا جميعا مع الأوابين ومع الأنبياء، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.